اليوم الأحد الثالث من شهر نسر المبارك. رسالة ربنا يسوع له كل المجد لينا جميعا في هذا الصباح المبارك هي: احذر من الانقسام. ربنا له كل المجد يريد الوحدة، يريد أن الجميع يكون فيه في شخص مبارك، لأننا جميعا أعضائه من لحمه ومن عظامه. إحنا كلنا أعضاء في جسد المسيح الواحد، فهو يريد الوحدة، يريد أن كل الناس يكون واحد فيه. ولكن واحد فقط الذي يريد الانقسام والخراب. علشان كده ربنا يسوع له كل المجد حذرنا من الانقسام وقال: كل بيت ينقسم على ذاته يخرب. فبيحذرنا من هذا الانقسام. الوحدة اللي ربنا عايزها يتبعها الاتضاع، أو الاتضاع هو أساسها، والانقسام بيأتي أساسا بسبب الأنا. بسبب إيه؟ الأنا. أنا يعني مش أنت. الوحدة تتبع ربنا يسوع المتضع الذي أخلى ذاته، صار في شبه الناس، إذ وجد في الهيئة كإنسان أطاع حتى الموت، موت الصليب. من أجل مين؟ من أجل حبيبته الكنيسة. ده ربنا يسوع كل المجد اللي يريد الوحدة. فاللي عايز يتبع الوحدة في ربنا يسوع كل المجد لازم يتحلى بالاتضاع. نخلي بالنا ان المتضع الله يرفعه. بيقول الله يرفع المتضعين لما نقرأ في إنجيل معلمنا لوقا، هنجد أن أمنا العذراء مريم صلت صلاة رائعة جدا، قال: أنزل الأعزاء عن الكراسي ورفع المتواضعين. فالإنسان المتضع ده تبع ربنا يسوع له كل المجد، لا يمكن أبدا بيته يجرى له حاجة. ليه؟ لأن اللي بيقود البيت هو ربنا يسوع له كل المجد في شخص الزوج. عشان كده امبارح حضرنا إكليل كان رائع جدا. الكنيسة أعطت لنا صورة عن الزواج الصحيح، إن الزوج والزوجة، الزوج على صورة ربنا يسوع له كل المجد، والزوجة على شكل الكنيسة. فامبارح كل صلوات الإكليل بتشير للزوج، بتقول له: أنت صورة المسيح المنظورة في البيت. فربنا يسوع له كل المجد المتضع. من يكون على صورته في بيته لا يمكن أبدا بيته ينهار خالص. فاللي عايز يحفظ سلامة البيت ووحدته يبقى صورة من ربنا يسوع له كل المجد، صورة منه داخل البيت، المتضع الباذل نفسه المحتوي. ربنا يسوع احتوى الكنيسة كلها في حضنه. ربنا يسوع حنونا على الكنيسة.
ويطيل أناته عليها. الكنيسة مش الحيطان، الكنيسة هو أنا وأنت وحضرتك، إحنا الكنيسة. ويطبطب علينا لما نغلط ونتوب، يقول خلاص أنا سامحتك. لما نعمل خطية ونجري عليه ونبكي، ياخدنا في حضنه ويطبطب علينا. هو ده ربنا يسوع له كل المجد، اللي على صورته يكون الزوج الصالح طويل البال المحتوي المؤدب بتأديب الرب وإنذاره، مش بالانفعال والغضب والعصبية. أما عدو الخير فهو يريد الانقسام، فيحط في الإنسان إيه؟ ده صعب جدا يحطه داخل الإنسان. هنا الإنسان لما يدخله الداء ده على طول، اللي هو اسمه داء الأنا، يضيع البيت على طول، أنا وبس. كلمة أنا دي محدش يحبها أبدا إلا الشيطان، لكن المسيح إلهنا الصالح له كل المجد، قال لأن ابن الإنسان لم يأتي ليخدم بل ليخدم ويبذل نفسه فدية عن كثيرين. فاللي بيبذل نفسه فدية عن كثيرين ده الإنسان المتضع، ولكن الإنسان اللي هو عايز راحته فقط، أنا بس، حقوقي بس، ده الإنسان ده الأنا. ولما يوصل لكده يبقى زي ابشالوم ابن داود اللي حس بالأنا وبهدل بيته وبهدل أبوه وانقسم عنه، وفي الآخر كان حياته كلها في بشاعة واضطراب. الحل أيها الأحباء أن احنا كل إنسان فينا يركز شوية في ربنا يسوع له كل المجد، اللي احنا أحيانا كتير بنبعد عنه وعن تفكيره، وبنتمسك بأسلوب أهل العالم، وأسلوب أهل العالم بيأثر فينا أكتر. عشان كده اللي بيأثر فيه صوت العالم بينقسم عن صورة المسيح، بيخرج عنها. ليه إحنا لما الكاهن يقول لنا كلمة مش بتبقى قوية في مسامعنا وقلوبنا، زي ما بنسمع برنامج من برامج في التلفزيون، ولا واحد يقول لنا نصيحة من أهل العالم، ولا حتى خبر مش صحيح نقراه في الجرنان ولا في الفيسبوك ونتأثر بيه؟ ليه إحنا مش بنتأثر بصوت المسيح له كل المجد وصوت الكنيسة وإرشاد الكاهن اللي بياخده منه وبيدهولك؟ يا ريت اللي عايز يحافظ على الوحدة يقول له يا رب تكلم لأن عبدك سامع. أنا يا رب مش هستجيب لأي فكر من أفكاري، أنا هبطل كل شيء وهسمع صوتك أنت بس. تكلم يا رب فإن عبدك سامع. حقيقة الانقسام ده بيبتدي يزيد في العالم للبعد عن ربنا يسوع له كل المجد. هو نور العالم الذي ينير الظلام. الإنسان لما يتمسك بتعاليم غريبة أو بأفكار غريبة أو بناس بيأثروا عليه علشان يغيروا حياته وينهوها، ويتأثر ويفكر إن ده صح وهو ده اللي هينقذ حياته، ده إنسان مسكين قوي، لازم يرجع للمسيح يخضع تحت رجله، يقرأ الكتاب المقدس ويتعلم منه، يجرع الكنيسة ويسمع لصوت الكنيسة. رأيك إيه؟ رأيك إيه يا رب يسوع في المشكلة اللي أنا فيها دي؟ رأيك إيه؟ خلي بالكم الانقسام ده ربنا ادلنا مثل بسيط في مرض معين هو خطير اسمه كانسر أو السرطان. بالضبط التشبيه ده هو اللي يجس بالفعل في حكاية الخراب.
في جسم الإنسان فيه خلايا صالحة، وفي خلايا من الخلايا الصالحة بتتمرد على الخلايا على بعضها يعني، فبتبقى فاسدة، فبتبقى خلية خبيثة. الخلية الخبيثة دي بتقوى، تفضل تنقسم على نفسها لحد لما هي اللي هو الخلايا السليمة تنقسم على نفسها بتبقى فاسدة، والفساد بينتشر أكتر 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 لحد ما بينهي خالص على الخلايا السليمة، ويبتدي الإنسان جسمه كله ينتهي ينقسم. الخلية بتنقسم على نفسها، تصبح الخلية نفسها منقسمة، فيها السليم وفيها الفاسد الخبيث. لو الإنسان استمر على كده تبص تلاقي الخبيث زاد جدا ويتكاثر بسرعة، وكون جسم غريب داخل الجسم، الجسم ده يهاجم الخلايا الأصلية الصحيحة فينتهي الإنسان يموت. فالإنسان روحا ونفسا وجسدا ما كانش يبقى واحد، في ربنا يسوع له كل المجد ويحافظ على الوحدة دي، الإنسان يخرب. لو الروح انفصلت عن الجسد، هو داخل الجسد صحيح وحي بيتنفس وبياكل وبيشرب ويتحرك وعايش كويس، لكن ميت روحيا، يبقى في خراب روحي. إنسان روحه كويسة مش ممكن جسده هيكون، حتى لو كان مريض لكن هيبقى عايش في رضا. لكن لو النفس كمان انقسمت عن الجسد والروح، أصبح الإنسان مضطرب نفسيا، هيكون برضو في خراب، عايش في خراب. فده مثل بسيط، إحنا كل واحد في بيته لازم يحاول أنه يلم شمل الأسرة بربنا يسوع له كل المجد، ويكون هو صورة المسيح. ابدأ بنفسك، ما تقولش أنا منتظر لما فلان أو فلانة تعمل كذا وأنا أعمل. ابدأ بنفسك، ابدأي بنفسك، هتلاقوا كل واحد. على فكرة صورة المسيح المنظورة في البيت مش الرجل بس، احنا بنقول كإنسان مسيحي هو صورة المسيح المنظورة سواء رجلا أو امرأة. خلينا زي المسيح إلهنا الصالح. ربنا يبارك حياتنا لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن والأبد، آمين.